ولا من بعد عرفنا كيفاش نجري المقابله كيما يلزم. كيما قلت لك اليوم لوبجيكتيف الاولاني هو 3 بوين حققناهم، وان شاء الله من المقابله الجايه نزيدو نحسنوا. احنا باش نمشيو ان شاء الله للجزائر علاش لي راحوا بريزلتا بوزيتيف بالبوين بلاس ان شاء الله. جوج كور جيو المريخ كنت حاسم فيهم مخالفه مباشره وتزيد بالشوط الثاني. يعني قلت لك اللي ماتش هذوما لازمك تكون مو حاضر خاطر تلعب في الاسبيرونس فيزيكور ولا زوز. يعني قلت لك اليوم الحمد لله واحد ربي يوفقه جاء حاضر ان شاء الله قلت ربي جاي خير صحيح. يعني قلت لك معناتها اليوم المقابله كنا تلمون محضرين الكيب هذايا محضرين وموتيفي باش نلعبوا الشامبيونز ليغ. يمكن التون تاع الكونسنتراسيون كان عالي برشا اليوم، ولدنا شويه ضغط في اول مقابله، مي ابريتو ليسبيرونس داكت الموقف في الدوزيام ايتون ورجعنا للمقابله نتاعنا اللي حققنا فيها 3 بوان اللي هما بالنسبه لنا احنا حاجه الاهميه هي 3 بوان. صحيح يعني قلت لك الببليك عطشان كوره، البلاد الكل عطشان كوره الحمد لله. الاسبيرونس اليوم الببليك نتاعها كان حاضر كما يلزم ان شاء الله. قدرت ربي مقابله الزمالك يكون حاضر ان شاء الله استاد كامل ان شاء الله. ماتش دافوز كولكتيف في الاسبيرونس سيكتر حتى 90 وبعد 90 هذا يصنع ليدونتيتي نتاع الاسبيرونس في الموقف هذا ماتش صعب. صحيح يعني قلت لك الاسبيرونس الحاجه هذه اليوم اللي تنجم تقول اهم حاجه في المقابله نتاع اليوم فار 3 بوان اللي هي الفوز دو كاركتير اللي يمنا بدو احنا لاخر دقيقه. والحمد لله معناتها فكسنا على البونتو ضد ايكيب محترمه اليوم لعبت بلوك باس سيرتو دوزيام بيتون. بالنسبه لي احنا نرجع ونعاود نقول اللي بلوز امبورتون هو 3 بوان اليوم. معز غادي الانتصار في الوزداد امبارح خلى شويه ضغط على الترجي. لا يعني قلت لك ديما راهو المقابلات في تونس راهي باش تكون اصعب من المقابله الاكستيريور خاطر ساهله باش تمشي تلعب الاكستيريور تعمل وقفه باهيه بلوك موين باش تلعب عليه كونتر تنجم تروح بريزلتا بوزيتيف. بالنسبه لنا احنا توا في بلادنا لازمناش نساوموا في حتى نقطه. الحمد لله اليوم فيكتوار جاي صعيب شوي بدمه ولغه الكره، مي ليسونسيال اليوم توا بوان.